طريق الذاخري مقطوعة. خلاص اللي فوق فوق اللي تحت ما نقدر نمشي لهم مشي. ما تقدر لا السيارة تمشي ولا الأفراد، الأفراد تخشيو بس بين السكي. تعال تعال. أنت وش اللي يضحك أقول صديق؟ ما يضحك شيء. شيء توك يضحك علي، شو يضحك علي؟ شو يقول؟ طاح. طحت؟ إي زلك طاح. وين بدكم شلل الوادي؟ شوفوا كيف نقدر نتخطى. نقدر ثلاث سيارات واحدة اثنتين ثلاث متأثرة بالكامل. شوفوا كيف الله يعوضهم خير. سلمت الله يعوضهم خير يا رب. سوينا ماسك. هذا هو الوادي اللي ياهم الجماعة المفروض يلف ينحني، ولكن بدل ما ينحني دخل عليهم في حارتهم. هذه الحارة اللي صورناها لكم، هذا هو امتداد لوادي القور اللي صب في ببقرة. شوفوا الأهالي متجمعين جزاهم الله خير، حاولوا قد ما يقدروا يحاولوا على الأقل لو أن غرف الحريم، لو غرف الحريم فقط يتم تنظيفهم اليوم. الرجال بيدبروا أنفسهم، ولكن يبقى للحريم من أمس والعوائل من أمس ما نايمين. يلا الحمد لله على سلامتكم، تستاهلوا السلامة. شوفوا أول كيف. مرة في التاريخ هذا. أول مرة في التاريخ. أنا أتذكر 86. إيه. كنا تأثرنا هالبيوت وبيت هذا. تأثرنا. بس ما بهالطريقة. لكن ما ولا واحد بالمية. ولا واحد بالمية. ما دخل داخل البيوت. لا لا دخل البيوت لكن شيء بسيط. أول مرة. أول مرة يصعد هاي الشارع ويسوي الشيء هذا. أول مرة. تاريخ. يلا خير خير يمكن خير هاي خير. أول مرة. هذا بعد موتر غرقان. ايوه هذا النيسان. شوف ثلاث سيارات. لا حول ولا قوه الا بالله. بسك سؤال، هذا البيت هني كانت في غرفه ناس ساكنين؟ ساكنين عام ناس. وين راحوا الناس؟ طلعوا خلاص وزعوا عند الاهالي لما شافوا الوادي وصل بيوتهم. مره طلعوا محتم يا الله. شوف كيف حفر الوادي. حفر وش البيت الثاني؟ هذه غرفه، هذه غرفه غرفه مره. وش البيت الثاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طاف عليهم كلنا بيوت. اي نعم هذا كيف فجر مره انفجر الوادي هذا. تخيلين ان هذه غرفه كانت مسكونه. هاي غرفه مسكونه 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 نعم. وهذه دوره مياه مالها. شوفوا دوره مياه كل شيء. البيت مره غرقان داخل. ادخل داخل وشوف غرقان بعد. داخل مره ادخل وشوف. شوف سياره غرقانه. وتعالوا شوفوا معي هني. شوف تاثر الممتلكات، تاثر بيوتهم. شوفوا هذه سياره شاب يشتغل بيها. شوفوا كيف تاثرت السياره، غرقت السيارة بالكامل. وصلنا للحارة الثانية اللي تأثرت بوادي القور. شوفوا هذا أحد الجدران. طبعا هنا بدأ التأثير القوي للحارة الثانية. هني ابتدى يقولون لنا بأن المنازل أيضا متأثرة. شوفوا أيضا هذا أحد المنازل اللي جاهم الوادي من هناك. شوفوا ممر الوادي أمام بيتهم ودخل لهم. طبعا الوادي داخل من داخل الباب طلع منه. شوفوا الأثر. هذا البيت أيضا نفس الشيء دخلهم الوادي داخل. طبعا أهالي ما موجودين، راحوا عند أهلهم حاليا، ولكن يبقى هذا بيتهم. بيرجعوا، لكن وش بيرجعوا؟ بيرجعوا البيت داخل كامل كامل. شوف هاي السيارة يخبرنا الولد وين كانت. هني كانت؟ هنا كانت. مرة. هنا كانت السيارة. بيت هنا. ويابها الوادي لهنا. يا سبحان الله رفعها الماي وجابها لهنا. من هناك دخل طلع منه. يا الله شوفوا قياس الماي لوين وصل. شوفوا قياس الماي داخل البيت. ليه داخل غرف. الحين غرف كامل داخل ماي. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. شاهد اللي تشوفونها من ولاية شناص منطقة أبو بقرة. الجماعة نزلت الأمطار وجا الوادي. طبيعي وفرحوا الناس بالوادي. ارتفع منسوب المياه وطمنوا الناس. انكشفت السماء وانتهت بالنسبة لهم الحالة المدارية. تفاجأوا ان الساعة 1:30 جاهم وادي القور من اشهر الوديان اللي تعبر من دولة الامارات الشقيقة ويصب عبر ولاية شناص الى منطقة ابو بقرة في البحر. تفاجأوا بان هذا الوادي دافع بقوة ودخل عليهم في بيوتهم. وحسب كلام الاهالي لأول مرة في ولاية شناص في منطقة أبو بقرة في البحايص تحديداً
يدخل الوادي بهذه الطريقة. شوفوا الممتلكات وشوفوا تأثر البيوت على اللي شفتوه. نسأل الله أن يعوضهم خير، ونتمنى إن شاء الله من أبناء الوطن نتكاتف، الفرق الخيرية، الفرق التطوعية من الشباب، حياكم الله، أهل المنطقة ينتظروكم، يرحبوا فيكم، وإن شاء الله العصر كلنا بإذن الله راح نكون عندهم. ما بتقصرون، فيكم الخير. جماعة الخير غدا حملة أطلقها شباب منطقة خضراوين، نحن جيران لأبو بقرة. هذه الحملة تهدف إلى فزعة أهل ببقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة راح نكون لهم العون والسند بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما معهم العون والسند. أول واحد لابد أن يصل إلى أهل ببقرة الجيران، نحن جيرانهم ونحن بإذن الله راح نصل لهم. أنا سميت هذه المبادرة اللي أطلقها شباب خضراوين، سميتها خضراوين تفزع لأبو بقرة. بإذن الله بكرة أول الصباح راح نكون متواجدين، واللي حاب يشارك معنا واللي حاب يكون متواجد مرحبا بك. أهل ببقرة أول حاجة يبوا السواعد، عندهم كمية طين يريدوا يطلعوها من المنازل، عمليات تنظيف كبيرة لحيشانهم أيضا. بإذن الله بكرة راح نكون لهم العون والسند. تحياتي.